اللي هو حديث محاجة آدم وموسى، كلام فارغ ضد القرآن الكريم، ضد على طول الخط. هذا الحديث بيعلمنا بالطريقة الأموية أن نتعلل، نبرر، نبرر المعصية بالقدر، كما فعل معاوية ويزيد كل بني أمية وكل بني العباس. وسأحكي لكم بعض الأشياء سريعا إن بقي وقت أيها الإخوة. قال إيه آدم؟ يسأله موسى، موسى يسأل آدم، أنت يا آدم أبونا وخلقك الله بيدي وأزد لك الملائكة إلى آخره، فلما أكلت من الشجرة وأخرجت نفسك وأخرجتنا إلى هذه الدنيا؟ قال له يا موسى بكم وجدت؟ أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وأنزل عليك إيه التوراة مكتوبة بخط القدرة بيده لا إله إلا هو، فبكم وجدت فيها؟ قال وعصى آدم ربه فغوى. يعني فيها قرآن كما شاء الله زي نفس الآية القرآنية يعني تحت سورة طه. شوف الكذب. قال له بأربعين سنة. قال له بكم قبل خلقي؟ هذا مكتوب. قال له هذا مكتوب قبل ما تخلق بأربعين سنة يعني. طبعا ممكن يكون مكتوب حتى بخمسين ألف سنة. وهو معلوم لله أزلا، قدر، ما هو ربنا كل شيء قدره وتقديره. بس إيش علاقة هذا؟ فإنك تجاوب يا آدم، هل آدم يقول هذا القول؟ آدم يعتذر بالمقادير عن خطئه؟ أنا أقول لكم هذا كذب على آدم وكذب على رسول الله، وكذب على من روى هذا الحديث من أصحاب رسول الله. لماذا؟ لأن القرآن يقول قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. آدم ما قالش يا رب أنت كتبت علي هذا، ولا قال؟ القرآن بيقول آدم وحواء بكل تواضع بكل عبودية لله أيها الإخوة، والاعتراف يهدم الاقتراف، اقترف ذنبا فاعترف فهدم. ولذلك الله عز وجل لقاهما كلمة التوبة والرحمة وانتهى كل شيء بإذن الله. هذا هو ربنا ظلمنا أنفسنا، قال منا فعلا ظلمنا أنفسنا. وهذا مش صحيح. مسلم في صحيح مسلم قال لا، مش حكاية ظلم أنفسهم وعملوا غلط، لا 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 لا، حكاية قدر مكتوب، فما تناقشش ما تتكلمش. بالصحيح هذا فيه رائحة أموية في الكلام هذا. معاوية كان أول من تعلل بالقدر أيها الإخوة ليبرر مجانفته ومخالفته للشريعة المطهرة المحمدية. أول شيء حين خرج إلى صفين وصاروا في صفين، قال لهم وإنما كان خروجنا من بلادنا إلى هذه البقعة من أرض الله بقضاء سابق وقدر نافذ. وقدر حتى التففنا بهؤلاء القوم من أهل العراق، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أول عبث بالعقيدة واللعب على الناس. وبعدين رواد، هذا كان مولا للمغيرة بن شعبة، نصير معاوية فيما فعل وفيما ولى. إيش يقول هذا رواد؟ يقول كتب معاوية للمغيرة بن شعبة يسأله عن ماذا كان يقول الرسول بعد الصلاة. يعني كثير مهتم معاوية ما شاء الله باستحل شرب الخمر وربا الفضل، ومهتم كثير بالسنن، إيش النبي يعقب بعد الصلاة، إيش كان بيقول؟ قال فكتب له، أكيد مسمعه قبل إياه، بده إياه وحشوفه ليش، أنت توظيف سياسي، تذرع بالدين في السياسة، ديباجات دينية. فكتب له كان النبي يقول بعد الصلاة اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول رواد مولى المغيرة فكتب معاوية إلى الأمصار، كان خليفة عدو، إلى كل بلد بحكمها، يأمر الناس بأن يقولوها بعد الصلاة. يا سلام، تأمر الناس بسنة؟ هذه إن ثبتت هذه السنة بالطريقة هذه، حتى وإن ثبتت، لكن لماذا يتذرع بها في تكريس مفاهيم جبرية؟ كله جبر يا جماعة، موضوع جبري. لذلك أيها الإخوة بنو أمية التقطوا الخيط هذا، التقطوا الخيط وأمعنوا في التعلل بالجبر، الجبر الجبر الجبر. أول خطبة ليزيد نفس الشيء، قال سبحان الذي ما شاء صنع، من شاء رفع ومن شاء وضع، ومن شاء منح ومن شاء منع. كله ما بدي لي بداية جبرية ما شاء الله، هذا كله هو صحيح ربنا كذلك، بس ليش علاقة هذا بالسياسة؟ معنى اسكتوا ما تتكلموش، زي ما قال وعاه منصور أنا قفل هذا المال، الله جعلني قفلة، إذا بده يفتحني بيفتحني، ما تقولوش كريم ومك، وإذا بده يسكرني بيسكرني، ما تقولوش بخيل أبو الدوانق، كان يعطي بالدانق، جزء من الحبة، تخيل اللي هي جزء من الدرهم اللي هو جزء من الدينار. قال هذا كله من الله، الله بده هيك ما تتكلموش. عبد الملك بن مروان
يقتل إيه عمرو بن سعيد نفسه على الحكم، ثم يأمر رجاله بأن يطوحوا برأسه من إيه من أعلى القصر، ويهتف عليهم هاتف، يعني بهم يهتف عليهم هاتف: إنما قتل أمير المؤمنين صاحبكم بقضاء الله السابق وأمره النافذ. سلموا، ما تثروش، ما تغضبوش، القذافي بقتلكم بقضاء الله، بشار بقتلكم في اللاذقية وفي درعة وغيرها بقضاء الله، جبر أموي، هذا جبر أموي، ما تتكلموش، ما تعترضوش. شيء غريب يا أخي. ولم يبقى هذا وقفا على الحكام وبعض الفقهاء المتمعيشين، بل تأثر به الخطاب الأدبي، الشعر، شعر بنو أمية، شعرائهم يعني، الأخطل، جرير، الفرزدق، نابغة بني شيبان، ربع ابن العجاج، من أقول، دواوين كثيرة، شعر جبري، شعر جبري. حدثتكم عن طرف من هذا الخطبة السابقة، الخطبة إيه السابقة، جرير يقول لعبد الملك المروان: الله طوقك الخلافة والهدى. قال الله خلاك تأخذ الشيء هذا من الله، الله طوقك الخلافة والهدى، والله والله ليس لما قضى تبديله، والله ليس لما قضى تبديله، كان من الله. ويقول في عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، صالح بني أمية، راشد بني أمية، يقول: نال الخلافة إذ كانت له قدر، كما أتى ربه موسى على قدري. كان كل أقدار، كل أقدار، لا اعتراض، سلموا تسلموا، في الاعتراض الهلكة. في الحقيقة أحزنني أن بعضهم عمم إيميلا قبل ربما 10 أيام بعنوان آخر الرجال عن مولانا الشيخ العارف بالله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، وقد حزنت، حزنت لأمرين. مثل هذا يطوى ولا ينشر، خلاص. أنا ربما ذكرته مرة واحدة في حياتي على المنبر منكرا، ولعلي لم أذكر اسم الشيخ الشعراوي قدس الله روحه لاحترامنا وحبنا وإجلائنا. هذا ليس مما يذكر على أنه مدحة للشيخ الشعراوي، هذا يؤخذ عليه، وقد أخذته الأمة، كل أيقاظ الأمة وأذكياء الأمة أخذوا هذا على الشيخ الشعراوي، وأحزنهم وأغضبهم، لأن الشيخ الشعراوي توسل نفس المنطق الجبري الأموي في مخاطبة الطاغية البائد أيها الإخوة محمد حسني مبارك بعد أديس أبابا، حين جاء هو الشيخ جاد الحق والشيخ محمد غزالي رحمة الله على الثلاثة الكرام، وأجي قال له في الأخير، وطبعا طول خطاب: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وبتوجه لمن أراد اغتيال الطاغية أنه هذا أمر إلهي لا تحاول، والكرسي هذا مش شغل سهلة، وهذا الكرسي لا يؤتاه إلا من قدر الله له أن يؤتاه. كلام جبري يا أخي، إيش هذا؟ طبعا هذا أحزننا من الشيخ الشعراوي قدس الله سره، كلام فارغ. وقال بعثيه الإيميل، شوف لوين استغفاء الأمة، يعني حتى البحث هذا غلبان مسكين، واحد بعث له إياه قال آخر الرجال، كان آخر الرجال. بالعكس، هذا يؤخذ على الشيخ شعراوي ولا يحسب له، لكن يطوى ولا ينشر، لكن نشروه قال. وبفكر الأمة غبية، تسمع بعد أنت تصدم، وين الرجولة هنا؟ وإيش اللي قاله الشيخ شعراوي يا أخي؟ بالعكس، تكلم بلسان بني أمية، وفي الأخير ختمها بقوله، قالوا: أنا لن أنافق، أنا على حفة قبري، أنا كذا مدبر عن الدنيا مقبل الآخرة، وحط يده وكذا، وضع يده على كتف مبارك، وقال له: إن كنت قدرنا فأعانك الله، أو عفوا، إن كنت قدرنا وفقك الله، وإن كنا قدرك أعانك الله. إيش هذه يا أخي؟ إيش العبارات هذه؟ لن أبدأ أنا أشرح هذه الجملة وماذا أراد بها الشيخ، عبارة عظيمة لا تقال، ليست جيدة. كان ينبغي على الشيخ العارف قدس الله سره أن يفعل وأن يقول مثلما فعل أخوه الشيخ محمد الغزالي، وحدثتكم عن هذا في خطبة في نفس اليوم بعد أن ذهبوا يجلسون في القصر. تكلم الشيخ الغزالي، لم يتكلم قد، أنا متأكد أن الذي بعثه على أن يتكلم عدم رضا عن كلمة أخيه الشيخ الشعراوي قطب. قال: أي منطق هذا؟ ما زلنا نتكلم بمنطق جبر بني أمية أمام الحكام، نقول لهم قدر، قضاء وقدر، انتهى، خلاص سلموا. غضب الشيخ الغزالي، وتكلم الشيخ الغزالي بلسان الشرع بعد أن تكلم الشيخ الشعراوي بلسان القدر، لا كلام بلسان القدر. إيه لسان القدر؟ لسان القدر إذا رأيت من يقتل، من يزني، من يكفر، ما تتكلم، قدر، خلاص سلم يا أخي، هذا يقود إلى الزندقة. لكن تكلم بلسان الشرع، قل له: اعدل، اتق الله واعدل في الرعية، الناس جوعى، الناس خمصة، الناس أذلاء، السجون ملآنة، الزنازين طافحة، أين الحريات، أين الكرامة، أين الأرزاق، أين
تكلم باسم الشريعة لا باسم الأقدار، باسم قدر وقدرنا وأعانك ووفقك. كلام فارغ هذا يا أخي. فبارك الله فيكم يا إخواني، ليكن لكم عقل، لا تعمموا هذه الإيميلات السخيفة. تسيئون لرجل مرحوم وهو عارف بالله وشيخ كبير، لكن هذا من سقطاته. وجل إيه؟ من لا يغلط يا أخي، ليس معصوما الشيخ الشعراوي، لكن انظروا إلى موقف الشيخ الغزالي في اليوم ذاته كيف كان. موقف عجب يا أخي. رضي الله عن إيه؟ عن الثلاثة الكبار، المشايخ الكبار الأجلاء. لكن لابد أن نقول كلمة الحق أيها الإخوة، فنتكلم دائما بمنطق الشرع لا بمنطق القدر، لا بمنطق القدر. أتى عطاء بن يسار التابعي الجليل ومعبد الجهني، وعلى فكرة معبد الجهني واحد من ثلاثة قطعت رؤوسهم، وبعضهم مات بعد تكسير فكيه لأنهم أبوا أن يقروا بالجبر الأموي. قالوا الغيلان أقر الآن، اعترف أن موتك الآن بقضاء الله وقدره. قال لا أعين ولا أقول ما يسخط الله. هذه أفعالكم أنتم أيها الظلمة، تنسبونها إلى الله، تنسبونها إلى الله. قل كذا. قال لا أبدا. طب افتح فكك، افتح فمك. قال لا أعين على إيه؟ على هلاكي، لا أفعل معصية. فكسروا فكيه. الثلاثة قتلوا، معبد الجهني وتلميذ غيلان الدمشقي أيها الإخوة. وبعد ذلك من؟ اللهم محمد. المهم قتلوا لأنهم انتصروا للحرية الإنسانية. قالوا الإنسان حر، الإنسان ليس مجبرا، ليس مسيرا في أفعاله. هذه أفعال الظلمة، فهي أفعال ظالمة تدمغ وتوصم، لا بد من دمغها، لا بد من وصمها في كل الحالات، لا مبرر للسكوت عنها. وقتلوا. فجاء أيها الإخوة معبد هذا وعطاء بن يسار الحسن البصري وقال يا أبا سعيد، يا تقي الدين، ما تقول في هؤلاء، في حكام بني أمية الذين سفكوا الدم الحرام وأكلوا المال الحرام ثم قالوا وفعلوا وفعلوا ثم قالوا إنما هو بقضاء وقدر أو بقدر الله؟ قال كذب أعداء الله. هذا ثبت عن الحسن البصري، قال كذب أعداء الله. هذا كذب على الله، يتعللون بالقدر، لا نسكت عنهم.